وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحل الخلافات، ثلاث ملفات ما زالت غيومها تلف أجواء المباحثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إذ أن غياب صيغ مرضية للاتفاق بين الجانبين دفع بمراقبين لترسيم سيناريوهات غامضة حول شكل العلاقة بين لندن وبروكسل. المفارقة تكمن بأن كبار المفاوضين في الجانبين أعربا عدة مرات عن مخاوفهم من نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد بغير اتفاق، وكثيرا ما اتفقا على أن الخلافات ما زالت كبيرة، بما يعبر عن عناد الطرفين وإصرار كل منهما على مطالبه. فبريطانيا الخارجة من الاتحاد على أمال ازدهار موعود من دونه، يرى مراقبون بأنها ستتحمل العبء الأكبر لنتائج قرارها، بدءا من إقناع المعترضين من مواطنيها بجدوى الانسحاب، وصولا إلى تحقيق شعار عالمية بريطانيا بعيدا عن التكتل الأوروبي. فيما يرى مراقبون بأن هذا الخروج مجد للمجموعة الأوروبية من جهة منحه فرصة لبداية جديدة تكون سمتها التكاتف. سلطان القيسي يستعرض لنا الآن جدول بريكزيت الزمني وما تبقى من إذن المفاوضات. سلطان، في هذا المساء يبدو أنها تمر في فترة حرجة. بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية يقرر السفر في غضون أيام إلى بروكسل لعقد محادثات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، مع المسؤولين ومع الاتحاد الأوروبي حول إمكانية التوصل في ما تبقى من زمن للاتفاق. 31 ديسمبر نهاية هذا العام هو الموعد الأخير، بعد ذلك إما أن تخرج بريطانيا باتفاق أو أن تطبق الرسوم على بضائع كلا الجانبين. نعم طارق، أيضا يعني من المتوقع أن يقوم جونسون بجولات إلى فرنسا وإلى ألمانيا لعقد محادثات بشكل منفرد مع القادة الأوروبيين، بالتحديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في يعني في محاولة لشراء مواقفهم في هذه الفترة الحرجة. يعني تبقى أقل من شهر حتى تحسم بريطانيا موقفها من الاتفاق، إما تتوافق مع الأوروبيين على طروحاتهم أو تختلف معهم وتخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ما يشكل أعباء على الأطراف جميعها. سوف نستعرض الآن يعني كيف يمكن أن يكون شكل الاتفاق في حال تم وفي حال لم يتم، مع المرور على أبرز الخلافات. غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في كانون الثاني 2019 بعد نحو 4 سنوات من استفتاء على عضوية التكتل بين تأييد ومعارضة، إلا أن المملكة المتحدة بقيت ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد حتى نهاية العام لتوفير الوقت للطرفين للاتفاق على شكل واضح لعلاقة ما بعد الطلاق. وبينما استكملت معظم جوانب الاتفاق خلال المحادثات الممتدة على طول العام الجاري، فقد بقيت المسائل الأكثر حساسية دون حل. المحادثات التي توقفت في 27 الثاني تم استئنافها الأحد بين لندن وعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وذلك للوقوف على الملفات الأكثر تعقيدا في الزمن الحرج المتبقي. رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين قالت إن الخلافات القائمة لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها، وذلك بعد تعليق مندوبي لندن وبروكسل محادثات اللحظات الأخيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة، وإقرارهما بأنه لم يتم الإيفاء بالشروط اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق. تتمثل أبرز الخلافات بقوانين السوق المشتركة والحصة البريطانية فيها، والمخاوف من انبثاق سوق غير منتظمة، بالإضافة إلى مسائل حدودية تتعلق بالاتفاقيات الحدودية المعقدة لكل من بريطانيا ومقاطعاتها وإيرلندا عضو الاتحاد، فضلا عن مشكلات المياه وحرية الوصول والعبور والصيد في المياه الإقليمية البريطانية. مصادر في بروكسل قالت إن الجانبين اقتربا من الاتفاق على الشروط الخاصة بمستوى دخول القوارب الأوروبية إلى البحار داخل المنطقة الاقتصادية البريطانية، مع تحديد فترة انتقالية قد تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
صحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى احتمال عقد جونسون محادثات مع قادة أوروبيين في عطلة نهاية الأسبوع، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. إذا استمرت المحادثات بعد اليوم ستكون المستشارة الألمانية لاعبة رئيسية، فألمانيا تريد الاتفاق جزئيا لأن بريطانيا تشكل سوقا ضخما لإنتاجها من السيارات الكبيرة، أما فرنسا فتطالب الشركات البريطانية بالتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي والمعايير البيئية والاجتماعية أيضا إذا كانت ترغب في التصدير إلى السوق الكبير البالغ قوامه 450 مليون مستهلك، مع الإصرار الفرنسي على الصيد في المياه البريطانية. في المقابل ثمة إصرار من قبل الأطراف جميعها للخروج بالمعروف، لأن الخروج دون اتفاق من شأنه ترتيب أعباء على الجميع تتمثل بضرورة تأمين مئات الآلاف من الوظائف على الجانبين، بالإضافة إلى تعطل التجارة عبر القنوات لسنوات مقبلة، وكل ذلك طبعا من شأنه أن يفاقم أزمات سياسية. وبينما يعد جونسون شعبه بالازدهار، تتشاطر دول الاتحاد مخاوف من احتمال تقديم تنازلات أو تقديم الجانب الأوروبي الكثير من التنازلات، خصوصا فيما يتعلق بقواعد التجارة المنصفة. ويتعين التصويت على أي اتفاق من قبل البرلمان الأوروبي، وهو إجراء من شأنه دفع الاتفاق حتى الموعد النهائي. إذن طارق، يعني ما زالت الأخبار التي يتم تناقلها من داخل بروكسل غير مؤكدة، يعني هناك حديث عن الاقتراب من التوصل لاتفاق يتعلق بشروط التنقل داخل المياه الإقليمية البريطانية، لكن هناك أيضا مشكلة كبيرة كمشكلة الصيد في المياه البريطانية، مشكلة السوق المشتركة التي تشكل العقبة الكبرى في كل هذه المحادثات، يعني حيث يعني سيتم استيفاء رسوم قد تكون عالية أو غير منصفة بالنسبة للطرفين في حال الخروج بدون اتفاق، ما يجعلها العقبة الكبرى فعلا في المحادثات الطرفين. الطلاق يتعثر هذه المرة ما بين الجانبين، ويبقى أن يطوى هذا الملف سلميا ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فاتورة مكلفة لكلا الجانبين إذا ما خرجت بريطانيا نهاية هذا العام دون ما اتفاق، حيث ستطبق القواعد الجمركية مباشرة، وهناك المئات ممن بدأ يعني يظهر صراخهم وهم يطالبون بريطانيا بأن والاتحاد الأوروبي كذلك أن يتفق قبل انتهاء الأجال المحددة لهذا الانفصال الذي يؤمل أن يكون انفصال بمعروف كما ذكر سلطان قيسي. أنا دائما أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات سلطان قيسي، شكرا جزيلا لك. أذهب الآن مباشرة إلى بروكسل، معي من هناك الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، وأرحب بضيفي من لندن الأستاذ زيد العيسى الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ زيد، سأبدأ معك من لندن. يعني آخر الأخبار التي أتت مساء هذا اليوم أن ظروف غير مواتية لعقد اتفاق، هل يعني ذلك أن المفاوضات تفشل؟ في الحقيقة يعني ذلك تأجيل المفاوضات، أي أن الفريق التفاوضي البريطاني برئاسة ديفيد فروست والفريق التفاوضي من الاتحاد الأوروبي برئاسة ميشيل بانيا لم يستطيعوا التوصل إلى حلول للمشكلات التي اتفق الجانبان، اتفق بوريس جونسون وكذلك أرسلا فون دير ليان على أنها مشاكل رئيسية وحساسة وجدية، وبدون حل هذه المشاكل لا يستطيع الطرفان التوصل إلى اتفاق، أي أنهم أقروا بأن هذه المشاكل لا يمكن تجاوزها للوصول إلى اتفاق، والآن سوف ترمى الكرة في ملعب الرؤساء، أي أن المباحثات سوف تكون مباشرة بين بوريس جونسون وأرسلا فون دير ليان التي هي رئيسة المفوضية الأوروبية. والسبب واضح، أن بوريس جونسون وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية هم من يملكون القرار والقدرة باتخاذ مثل هذا القرار المصيري والحساس الذي يحتاج إلى كامل الصلاحيات التي لا يملكها أي من الطرفين المفاوضين. فالآن المطلوب من الطرفين المفاوضين هو
تقديم تقرير شامل ووافي عن الخلافات الثلاثة الرئيسية، الحلول التي توصلوا إليها التي هي أصلا غير كافية، وسوف تكون هناك مباحثات مباشرة بين الطرفين. وهذا يأتي في إطار التحضير للاجتماع المجلس الأوروبي، وهو اجتماع رؤساء الاتحاد الأوروبي. نعم. والبعض يتحدث هنا عن فقط 48 ساعة متبقية لعقد هذا الاجتماع، أي من المفروض أن تكون نهاية أو الحلول لهذه المشاكل الثلاثة أمام رؤساء المجلس الأوروبي حتى يستطيعوا أن يتخذوا قرار أو يتفاوضوا فيما بينهم بشأن مدى القبول بهذه الحلول. لازلنا بالنسبة للطرف البريطاني يتحجج بمسألة السيادة، أي أنكم للاتحاد الأوروبي يجب أن تحترموا سيادة بريطانيا، سيادتها على المياه الإقليمية التي يجب أن ترجع التحكم فيها إلى بريطانيا، وهنا مسألة صيد الأسماك وحصص الأسماك، كذلك مسألة السيادة في ما يطلبه الاتحاد الأوروبي من أن تلتزم بريطانيا بقواعد وأسس التبادل التجاري حتى تكون عادلة ومنصفة، وهي قواعد وضوابط الاتحاد الأوروبي. وهنا بريطانيا تقول نحن خرجنا حتى نستطيع أن نتحكم بالأساس في كمية الدعم الذي تستطيع الحكومة البريطانية تقديمه للشركات، وهنا الاتحاد الأوروبي يرفض ويقول أن هذا سوف يقوض استمرارية واستقرار الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة هي مسألة من هي الجهة التي سوف يتم الرجوع عليها، أي الجهة التي تحرس الاتفاق والاتحاد الأوروبي يريدها جهة صحيح حيادية ولكنها صارمة وحازمة تستطيع. هذا فيما يتعلق بالآليات المستقبلية لفض المنازعات. أستاذ رمضان، يعني عندما يذهب البريطانيون إلى المسؤولين الأوروبيين ويطرح عليهم ربما السؤال التالي: ما معنى أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وأن تلتزم في الوقت ذاته بقواعد وتعليمات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق قواعد التجارة والمنافسة، وكذلك فيما يتعلق باحترام السيادة والسلطة البريطانية على مياهها؟ مساء الخير أخي طارق، وأود في البداية أن أشكر سلطان على التقرير الذي يعني كان شاملا ولم يدع للضيوف ما يقولونه أكثر مما ورد في التقرير. ستحدث في السياسة فقط. بريطانيا راهنت طوال سنوات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على عدة عوامل، على أن يا تخلق هناك زحزحة أو خللا في المواقف الأوروبية أو اختراقا، أو تبتعد على الموقف الفرنسي الأكثر صلابة، إلا أن الأوروبيون وضعوا كامل ثقتهم في المفاوض ميشيل بارني. هذا أولا. ثانيا، أن بريطانيا منذ الاستفتاء وهي في خضم تشكيل وتغيير حكومات، إلى جاءت الحكومة الأخيرة حكومة جونسون التي جاءت بناء على شعار الانسحاب أو إنجاز البريكسيت سواء باتفاق أو بدون اتفاق، وهذا خطابه الانتخابي الذي وصل به إلى سدة الحكم في بريطانيا، مع العلم أن مهندس الاستفتاء قد انسحب من حكومة جونسون بمجرد ما أن فشل الرئيس ترامب في الولايات المتحدة ببقائه لدورة ثانية. يجب ربط الأحداث. الأوروبيون بدأوا منذ اليوم الأول عندما قرر البريطانيون، المواطن البريطاني استفتى بنعم للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، كان حينها رئيس البرلمان الأوروبي الألماني قال يجب عليكم أن تخرجوا فورا، وبدأت أوروبا تجهز. أعتقد أن أوروبا جاهزة أكثر من بريطانيا لتطبيق كل بنود الانفصال. عمليا سنوات من المفاوضات، حكومات تغيرت في بريطانيا، الفشل في الوصول إلى اتفاقات، وهذا كنا عبر قناتكم كنا قلناه منذ سنوات. لا يمكن إنجاز انفصال بعد عشرات من السنوات من التكامل والاندماج الاقتصادي والسياسي أن تكون بهذه السهولة، وليس بالصعوبة، أكثر من الصعوبة. وأنا كنت قد توقعت أن تصل إلى طريق مغلق أو مسكر بالعربي، وأعتقد أن وكنت أتوقع أن يقوم بعض الحكماء أن يعودوا أو يذهبوا إلى استفتاء ثاني، ولا زلت متمسك بأن بالإمكان أن يذهب البريطانيون إلى استفتاء ثاني، لأنه في الوقت القصير المتبقي لم يعد بالإمكان إنجاز أي اتفاق مرضي للطرفين. اليوم مكالمة تليفونية طويلة بين أرسولا فوندرلاين وبين بوريس جونسون انتهت بأن صرح الطرفين أنهم سوف يعملان أقصى جهدهما مع الطرفين مع طواقم التفاوض على أن نبحث أو لتقييم هل بالإمكان إيجاد حلول أم لا. نعم. لم يعودوا يتحدثوا
هل سنجد اتفاق؟ هم يتحدثون هل بالإمكان تقييم أن هل بالإمكان أن نجد حلول للخلافات المتبقية أم لا؟ لا أعتقد أن هذه القمة الأوروبية في الأساس هي منعقدة من أجل الموازنة الأوروبية، من أجل عدد من الملفات أحدها البريكزيت، وليس الأوروبيون مهتمين بهذه القمة المبرمجة منذ 3 أشهر. هي مبرمجة للموازنة الأوروبية وليس لملف البريكزيت. طيب أستاذ زيد، من بين الملفات والمواضيع التي يعني بحثت ووضعت أو تصدرت ما بين الجانبين، ما يعرف باللغة الإنجليزية بالليفل بلاينج فيلد، ماذا يعني هذه الجملة لكلا الطرفين، تكافؤ الفرص؟ في الحقيقة أنا أشرت لهذه في البداية، ولكن لا بأس من إعادتها، ولكن نقطة جوهرية أساسية يجب أن نلتفت لها. مسألة إعادة الاستفتاء هذه مسألة انتهت ومضت، هذه كانت مسألة جوهرية في الانتخابات التي جاءت ببوريس جونسون، الذي قال وكان شعاره الأساسي هو لننجز الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل تم الخروج، مرحلة الخروج انتهت 31 جانوري 2020، انتهينا من الخروج، لا يوجد استفتاء. رئيس المعارضة الآن كير ستارمر بنفسه الذي كان يريد استفتاء أقر بأن المسألة انتهت وبريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. نحن الآن نتحدث عن العلاقة المستقبلية، وأنبنت من العلاقة المستقبلية هي العلاقة التجارية التي يريدها الطرفين، ويختلفون كيفية تنفيذها، وكل يريد مصلحته بتحقيق شروطه وتقديم أقل التنازلات. النقطة التي أشرت بها هي مسألة أن تكون المنافسة التجارية على أسس عادلة، وذلك بأن يقبل الطرف البريطاني الذي يرفض ذلك بأنه يلتزم بقواعد وضوابط الاتحاد الأوروبي من ناحية المنافسة التجارية، حتى لا تكون أفضلية لبريطانيا تعطى الحق بأنها تدخل إلى السوق الأوروبية المشتركة، ومع ذلك لا تلتزم، فهي تكسر وتربح مقابل أن الحكومة البريطانية لها حق في الدعم الحكومي، ولهذا النقطة الأساسية هي كمية هذا الدعم الحكومي. أوروبا تريد أن تكون هناك كمية محددة، بالإضافة إلى أن تكون حقوق العمال والموظفين كذلك متساوية، بحيث بريطانيا لا تستطيع أن تتسابق بأن تقلل من هذه الحقوق، وتكون كذلك شروط حماية البيئة متكافئة للطرفين. هذه كلها مطالب الاتحاد الأوروبي. جزء من الحلول التي قدمت هو دعونا نلتقي عند ضوابط وقواعد جديدة من ناحية كمية حجم الدعم الحكومي، ولكن هذا مجرد مقترح. بالنسبة لبريطانيا يقولون هذه مسألة سيادة، نحن خرجنا حتى نستطيع أن نعطي كمية دعم حكومي. أستاذ زيد، نعم. طيب برأيك يعني بدأ الأستاذ رمضان متفائلا بأنه قد لا يصار إلى اتفاق، هل تعتقد فيما تبقى من وقت بأن بإمكان بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يتوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الجانبين؟ باختصار من فضلك. النقطة صعبة جدا، لا زالت هناك تقريبا 48 ساعة لحد الاجتماع الأوروبي، مجلس الأوروبي الذي صحيح غير مخصص لهذه المسألة، ولكن دعونا نكون واضحين، هذه المسألة مهمة جدا بالاتحاد الأوروبي، ولذلك لا زال يتفاوض. مسألة فرنسا وألمانيا، فرنسا تلعب دور الشرطي المتشدد، بينما ألمانيا تلعب دور الشرطي الطيب، وهم متفقين، الاختلاف فقط في النبرة. فرنسا وألمانيا متفقة أن الشرط الأساسي هو عدم زعزعة استقرار واستمرارية الاتحاد الأوروبي، هذا بالنسبة لهم شرطا أساسيا. ولكن دعني أقول النقطة المهمة جدا، بوريس جونسون يؤمن، وكذلك معروف الاتحاد الأوروبي، يعقد الصفقات الكبرى في اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة، ورأينا ذلك في اتفاق الخروج. النقطة الثانية، دائما مثل هالصفقات الكبرى تعقد بين الرؤساء وليس بين المفاوضين، ولذلك يعول كثيرا على هذا الاجتماع بين بوريس جونسون وبين رئيسة المفوضية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أسلوب بوريس جونسون في الضغط والتهديد والوعيد، رأيناه حتى في مسألة قانون التبادل التجاري الداخلي البريطاني، اليوم يلوح بأنه هذا مجرد يستطيع التنازل عليه مقابل الصفقة الأكبر، أي أن بوريس جونسون قوته أن حزبه الآن مشكل من معسكر الخروج أغلبهم، فيستطيع الاستناد عليه. نقطة ضعفه أن الحزب أنه في وضع صعب بسبب كورونا، وضع صعب كذلك من الناحية الاقتصادية، أن بايدن سحب البساط من ناحية أن بايدن قال لن نعطي اتفاق تبادل تجاري إذا كان الثمن هو التضحية بالاتفاق السلام في أيرلندا الشمالية، وهو اتفاق 1998 وعدم عودة الحدود الصلبة. أنا أشكرك
سيد زيد العيسى الكاتب والمحلل السياسي من لندن. أشكر كذلك ضيفي دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. شكرا جزيلا لكم.